السلام عليكم، انتم مباشره من محلات اواني شعيب، ومن جديد كندير معكم اللايف. وهذه المره كنديروا معكم المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه باش نوريكم الجديد والعروض اللي فريمون سبيسيال اللي غتكون عندنا ان شاء الله هذه السيمانه. كاينه سلعه زوينه، كاينه سلعه فريمون سبيسيال، كاينه اثمنه جد مناسبه، وكاين عندنا البرومو اللي فريمون كيعجبكم ديال بصح. غادي نبداو لكم بالسلعه اللي عندنا اليوم. اول حاجه غادي نبداو بها هو هذا البلاطو او هذا التبصيل اللي فريمون تبصيل رائع وسبيسيال، وشاف الديكور ديالو زوين، والثمن ديالو جد مناسب اللي هو 1200 ريال فقط. تبرعوا ليا مع راساتكم. هو البلاطو بالليدين ديالو كيبان رويال وديكور خطير جدا، والثمن ديالو 1200 ريال. بالنسبه لهذا البلاطو هذا كنبيعوا لكم على الباك ان شاء الله ابتداء من غدا، غادي نقدروا نبداو نبيعوا لكم بوحدو. هذا البلاطو اللي كيصلح بلاطو ديال الكيسان، تسقي فيه الرفيسه، دير فيه الكسكسو، دير فيه اي حاجه، والثمن ديالو حتى هو غنخليه لكم بثمن سبيسيال اللي هو 1200 ريال فقط. غادي ندوزو لهاد الفراقه. هاد الفراقه هادي اللي حل لي الميكا عفاك بمحل لي الميكا. غندوزو لهاد الكوب هادي، حتى هي جبناها فيها ثمن زوين. الناس اللي كيبغيو داكشي ديال الديكورات واللعيبات ومتعددة الاستعمالات، والثمن ديالها حتى هي خطير جدا اللي هو 1200 ريال. هاهي 1200 ريال، ها هي اللعيبه اللي قلت لكم. هذه الثمن ديالها 70 درهم، 1400. غنقول لكم غنبدا لكم بداك الشيء اللي ب 1200، 1400 و1000 ريال. سير ها هي باللعيبه ديالها، الثمن ديالها شي رائع وزوين. الفراقه ديال الميلامين، الفراقه التركيه، كيجي فيها اللوز رقرقاع، اللعيبات المسائل خطيره ومصنوعه من الميلامين. ها هي الثمن ديالها واعر، 1400 ريال، راه ديسبونيبل في المحل ديالنا ديال المحمديه. الطاجين العجيب حتى هو ديسبونيبل، الطاجين اللي شراوه الناس ب 2600 مازال عندنا ب 1200 ريال. الكوبا كيف قلت لكم 1200. كاين هاد اللعيبه حتى هي خطيره، راه كبيره هادي، شي حاجه رويال، والثمن ديالها 70 درهم. الفراقه ديال الكريستال الثمن ديالها 1600 ريال، واعره حتى هي وخطيره جدا. هاهي ومباشره كتبان، كيبان الزاج ديالها فريمون كيبري، كيبان بحال الكريستال، والثمن ديالها جد مناسب اللي هو 80 درهم. البورت كاطو، الناس اللي بغاو ياخذوا البورت كاطو هادي 1200 ريال، واللي بالرجيله الثمن ديالها 1600 ريال. غادي ندوزو البلاطو ديال لينوكس. عندنا هاد الديكور هذا ب 1000 ريال، اينوكس كاليتي مزيانه، وعندنا هذا حتى هو ب 1000 ريال، اينوكس كاليتي مزيانه، الثمن ديالو مناسب 50 درهم. البلاطو مطبوع، ما كيصدي ما والو، فقط كيبغي شويه ديال الاحتفاظ من يسالي من نضرب عليه بواحد المسحه وكيبقاو بحال هكا. ها هو الثمن ديالو 1000 ريال، وهذا حتى هو الثمن ديالو 1000 ريال. والناس اللي باغين كبر منه شويه غادي ياخذوه ب 70 درهم، 1400 ريال. غادي ندوز دابا، غادي ندوز لهاد اللعيبه. عندنا هاد الصالادي، هاد الصالادي كنبيعوا معاها 6 ديال الجبابن صغار ديالها، حتى هي غادي يكون فيها واحد البروموسيون سبيسيال، فيها وحده جوج. الصيف دابا قراب، الناس كيبغيو يديروا هادشي ديال لي صالاد، كيبغيو يديروا داكشي ديال الروز، كيبغيو يديروا داكشي ديال لي صالاد فروي، كيبغيو يديروا بزاف اللعيبات، وتا الثمن ديالها مناسب. هذه معروفه الناس بزاف شراوها ب 100 درهم، وكاين اللي شراها ب 1800 ريال، حنا دايرين ليها 45 درهم، 900 ريال، 900 ريال فقط. فيها 6 ديال الجبيبنات الصغار، وفيها الصلاديه الكبيره ديالها. وكاين عندنا هذه اللي عقلتوا عليها كنبيعوها ب 40 درهم، راه باقا ديسبونيبل في المحمديه، مازال فيها فقط تقريبا غير شي 7 البياسات ولا 8 اللي بقاو. كنبيعوا الكبيره ديالها هي هذه، زائد كنبيعوا معاها 6 صغار اللي هما هادو، هاهم 6 ديال الجبابن صغار. والكبيره ديالها كيف كتشوفوا، الكبيره ديالها هي هذه، والثمن ديالها غير ب 800 ريال. واللي بغى هذه اللي ما عندهاش الرجيله راه كدير 900 ريال. هاي الشا
فيها 6 صغار وواحدة كبيرة، حتى هي خطيرة في الديكور ديالها والثمن جد مناسب. كاينه هذه قلنا 900 درهم، عقلوا عقلوا عليها الناس ديال المحمدية، راه العدد فيها محدود وما غنعاودوش نجيبوها. كاينه هذه قلنا لكم 800 درهم فيها 6، وكاينه هذه الفراقة مع الدخلة ديال المحل كتلقاوهم من الاولين. بالنسبة للمحل ديالنا راه كاين في المحمدية، غادي كاينه سلعة كثيرة زوينة، بقاو معايا نوريكم المحل فين كاين باش نكمل معاكم السلعة اللي عندنا. مازال غنوريكم بزاف ديال العروض اللي فريمون سبيسيال. المحل ديالنا اللي كاين في المحمدية كاين، غتسولوا على جامع مالي، جامع مالي معروف في المحمدية هو هذا، ها هو جامع مالي كيبان من هنا. اي واحد سولته قلتوا له جامع مالي وريه لكم، الا جيتوا لجامع مالي غتدروا على اليسار ديالكم غتلقاو هنا تيلي بوتيك عائشة، تيلي بوتيك عائشة معروفة في المحمدية. المحل ديالنا اونفاس مع تيلي بوتيك عائشة، ها هو المحل، كنظن واضح المحل، ها هو المحل وها هو تيلي بوتيك عائشة. اي طاكسي صغير قلتوا ليه تيلي بوتيك عائشة غيحطكم في هاد البلاصة هنا، تيلي بوتيك عائشة ولا جامع مالي هو هذا. الا وصلتوا حدا جامع مالي سولوا على السيد اللي كيبيع داكشي ديال 100 درهم، قولوا ليه اواني شعيب غيوريكم المحل. والجوطيه كاينه من التحت، هو هذا المحل، ها هو اواني شعيب. مرحبا بكم، نكمل معاكم داكشي اللي عندنا. كاين واحد العرض غنديرو سبيسيال في المحمديه، هذا العرض هذا غادي يكون حصريا، غيكون ان شاء الله غدا الاربعاء، ياك غدا الخميس، الخميس والجمعه والسبت والحد. هاد المقله العجيبه اكورد اوريجينال، هادي بلا ما نقول لكم شحال كيبيعوها، هادي شراوها الناس ب 8000 ريال، وكاينين اللي كيديروا لا بروموسيون 6000 ريال، حنا كنا دايرين ليها 220 درهم بروموسيون. ولكن ركزوا معايا مزيان، المقله العجيبه لاكورد اوريجينال الثقيله ديالها غنديروا ليها 190 درهم، 3800 ريال، ولكن 3800 ريال الخميس والجمعه والسبت والحد. اذا حتى شي واحد، ركزوا معايا مزيان، حتى شي واحد ميجي نهار الاثنين ويقول لي بغيت هذه ب 3800، 3800 غير هاد ربع ايام ديال هاد الاسبوع، الخميس الجمعه والسبت والحد 3800. واخيرا غادي تشريو المقله العجيبه لاكورد اوريجينال ديال اسبانيا ب 3800 حصريا عند اواني شعيب، بصحتكم وراحتكم. وثقيله ديالها هادو كاليتي مزيانه. غادي ندوزو لهاد التفصيل هذا اللي مازال حصريا عند اواني شعيب في المحمديه، وكنبيعو اربعه ديال الطباسل ب 1000 ريال، اربعه حتى هادو كنبيعو اربعه ديال الطباسل ب 1000 ريال، اربعه فيهم هاد اللويين هذا وفيهم هاد اللويين هذا، اربعه ديال الطباسل ب 1000 ريال. غادي ندوزو لهاد التفصيل هذا، هاد الكيسان هادو كنبيعو كل باكيه فيها 6، كنبيعو اربعه ديال الباكيات ب 1000 ريال، اربعه ديال الباكيات ب 1000 ريال. كنذكر عاوتاني هاد التفصيل البلاطو الثمن ديالو 1200 ريال، الثمن جد مناسب. كاين عندنا هاد الصلاديه هي رائعه وسبيسيال، وغنديروا لها واحد الثمن سبيسيال ان شاء الله. هادي كنبيعوها كدير 2600، وحنا كنديروا لها بروموسيون 70 درهم، ولكن الخميس والجمعه والسبت والحد غادي تاخذوها ب 1200 ريال. يلا تبرعوا لي مع راساتكم، صلادي غتاخذوها ب 1200، صلادي رويال، صلادي العجيبه، صلادي سبيسيال الواعره، غتاخذوها ب 1200 ريال فقط. يلا تبرعوا لي مع راساتكم، عوض 2600، عوض 3000 ريال، غادي تاخذوها ب 1200 ريال. مرحبا. صراحه كاينه السلعه واعره سبيسيال، غنبقى غادي معكم بشويه بشويه باش ما يتشتتش ليا التركيز. كاين عندنا هذا المقراج، هذا المقراج هذا كنبيعوه بروموسيون 70 درهم، كنبيعوه بروموسيون ب 1200 ريال، ولكن ركزوا معايا ديما على ولكن، ولكن الخميس والجمعه والسبت والحد غتاخذوه ب 1200 ريال، 1200 ريال 60 درهم المقراج المزلج، الثمن ديالو غادي تاخذوه ب 1200 ريال. اجي معايا نوريهم، هذه قلت لهم 1600، هذه قلنا 1400، هذه قلنا 1200 ريال، هذه قلنا 1400 ريال، خطيره جدا، واعره واعره هذه، هذه راه قربت تسالي، قربت تقاده، والثمن ديالها 70 درهم، فريمون ثمن سبيسيال،
الطاجين العجيب 1200 ريال الصالادي والسته ديال ديالها ب 900 ريال واللي بالرجيله 800 ريال. هادي راه بقى فيها غير هادشي وهادي حتى هي بقى فيها غير هادشي اللي هنايا. هادشي راه غيجي غير واحد خمسه العيالات ولا سته يكملوا هاد الصف اللي كتشوفوا. الثمن ديالها 900 ريال. المقله العجيبه كنزيد نذكر الثمن ديالها هو 3800. المقله العجيبه اكورد، كنهضر على اكورد اوريجينال، كنهضر على لاكورد هي اللي دايرين فيها بروموسيون. الثمن ديالها 3800 راه ثقيله وكاليتي مزيانه. اكورد اوريجينال الثمن ديالها 3800. تبرعوا ليا مع راساتكم. غادي ندوزو للبلاطو، قلنا 50 درهم وهذا حتى هو قلنا كيدير 1400 ريال. كنعاود نذكر ان المحل ديالنا كاين في مدينه المحمديه، الناس ديال الرباط، ديال القنيطره، ديال سله، الناس ديال بن سليمان، الناس ديال 17 وعين حروده، الناس ديال المحمديه كاملين. اي واحد بغى يجي للمحل ديالنا غادي تسولوا على جامع مالي. جامع مالي راه معروف على الصعيد ديال مدينه المحمديه. اين فوا غتوصلوا لجامع مالي راه غتسولوا على تيلي بوتيك عيشه. ها هي تيلي بوتيك عيشه، هي اللي كتشوفوا نتوما دابا. هذا هو تيلي بوتيك عيشه، هو هذا، ها هو طيعه عيشه. هذا تيلي بوتيك عيشه، واحد البلاصه هنا على سموه تيلي بوتيك عيشه لانه اول تيلي بوتيك دار في مدينه المحمديه. بما انه اول تيلي بوتيك دار في مدينه المحمديه اذا معروف الناس اللي غادي يجيو من الرباط ولا من القنيطره ما تخلعوش، راه توصلوا للمحمديه تقولوا لهم تيلي بوتيك عيشه ينعتوا لكم. ما تقولوش غنسول على تيلي بوتيك ما غيعرفوش الناس ديال المحمديه. ما كاينش في المحمديه اللي ما كيعرفش تيلي بوتيك عيشه. اذا بكل سهوله طاكسي صغير غيجيبكم التيلي بوتيك عيشه المحل ديالنا اون فاس معاها. هاد المقله لا ماكوم الكبيره ديالها اللي الثمن ديالها كدير 3600 غنبيعوها لكم ب 70 درهم. المقله ديال لا ماكوم ديال الزاج الثمن ديالها 1400 ريال. ارى لي اخويا المقله ديال التيتانيك، المقله ديال التيتانيك هذه اللي متعدده الاستعمالات، كدير فيها سميتو البيض، البغرير، الفريت، تقلي فيها اي حاجه، وتا الثمن ديالها سبيسيال اللي هو غير 1200 ريال كيعطيو. ارى لي اخويا الكادو ديالها، ها هو الكادو ديالها هو هذا، عاطينك مع هاد القطاعه اولى غيعطوك معها هاد اللعيبه اللي كتخلط بهاد اللعيبه هاد اليد. كاينه عندنا هاد اللعيبه كدير هاد الفريتوزه كدير 1600 ريال. غادي ندوز لهاد اللعيبه بالتفصيل هذا حتى هو غنديروا ليه ثمن سبيسيال اللي هو 1400 ريال. التفصيل الكبير وسته ديال الطباس الصغار غتقدروا هاد المره تاخذوه بوحدو غير ب 1400 ريال 70 درهم. غادي ندوزوا لهاد المول هذا، هاد المول الثقيل اللي شراو الناس ب 5000 ريال واخيرا غتقدروا تاخذوه ب 2600 130 درهم. عندنا هاد الديكور هذا، وعندنا هاد الديكور هذا حتى هو ب 130 درهم، وعندنا هاد الديكور هذا حتى هو ب 130 درهم. عندنا الفراقه الذهبيه رويال حتى هي فيها ثمن مناسب وسبيسيال غتجيو، راه الثمن ديالها زوين ومخير ومرحبا بكم. غادي ندوزو لهاد المول على جوج ديال لي مينارك، جوج ديال المولات. الناس شراو مول واحد ب 1600، مول واحد شراو الناس ب 1600، حنا تقدروا تاخذوا جوج مولات ب 1200 ريال، جوج مولات ب 1200 والمشنف كنبيعوا جوج ب 1400 ريال. غادي ندوزو للكادوات، الناس ديال الكادوات، الناس ديال المناسبات مرحبا بكم. كاين عندنا هذا الكادو هذا اللي فيه صالادي وسته ديال لي صالادي صغار، والثمن ديالو رائع جدا اللي هو 1200 ريال، خطير جدا. وتا في الكادو كيجي واعر ديال بصح. فاطمه الزهراء عفيفه كتقول شعيب غير الاخلاق ديالك لا ديالك لا تقدر بثمن. شكرا بزاف ربي يخليك. راه كنقرا التعاليق واخا كندير لايف، كنقرا التعاليق، كنقرا القلوبه ديال الام عمر، كنقرا السيده سولتني على البرارد بغينا مذهبين غيكونوا، كنقرا اجمل اواني شعيب ليلى، كنقرا فاطمه الزهراء، كنقرا كل شيء. كاينين هادو تا هما كيديروا 1200 ريال، وهادو تا هما كيديروا 1200 ريال، وهادو تا هما كيديروا 1200 ريال. وكاين عندنا هاد الجبانيه بالسوبيره ديالها بالجبابن صغار حتى هي كتجي كادو واعر غير ب 130 درهم. هادي الثمن ديالها 130 درهم. وكاين عندنا هاد الكادو هذا الثمن ديالو كيدير 1200 ريال. وكاين عندنا هاد الفراقه حتى هي كدير غير 1200 ريال. عندنا المق، عندنا
السوبر العجيبه الثمن ديالها 3680 درهم. غادي نبقى غادي معكم بشويه باش ما نتلفش. كاينه واحد الفراقه، كاينه هاد الفراقه كدير 120 درهم، وكاينه واحد الفراقه في حالها، ولكن فين هي؟ راه ليا خويا وريني ديك الفراقه. الناس هاد الفراقه غنديروا لها واحد الثمن سبيسيال في هاد الويكاند هذا. هاد الفراقه خويا غنبيعوها ب 90 درهم مزيان، 1800 ريال الخميس والجمعه والسبت والحد. الفراقه اللي شراو الناس ب 2600، الفراقه راه غير موسخه شويه، ما ديوش علينا، خصها غير تمزح. الفراقه اللي شراو الناس ب 3600 غتاخذوها ب 1800 عند اواني شعيب. مرحبا بكم، تبارك الله عدد كبير كيشوفوا اللايف دابا، اكثر من 400 واحد كيشوفوا اللايف دابا مباشره. بغينا الناس كامل اللي كيشوفوا اللايف دابا تخليوا لينا بزاف ديال القلوبه، تخليوا لينا بزاف ديال التعاليق، وتخليوا لينا بزاف ديال البارطاج، لان البارطاج ديالكم والتعاليق ديالكم والقلوبه ديالكم هو الدعم الاواني شعيب. هادشي هو اللي كيخلينا دائما، ياك السي منعم، هو اللي كيخلينا اننا نتشجعوا وتعطانا واحد الطاقه كبيره وزوينه باش اننا نجيبوا لكم السلعه بثمن جد مناسب والجوده حتى هي. دائما كنذكروا كنقول راه الجوده والثمن المناسب صعيب تجمعوا، حنا كنتقاتلوا باش نجمعوهم بجوج. شوفوا هذا البر، هذا المقراج هذا واعر، بلاط مقراج سبيسيال وفيه ثمن مناسب اللي هو غير ب 1800 90 درهم اوريجينال بون كاليتي. انا غندور تما كاليتي زوينه ومخير. كنفرح بزاف ملي كنشوف العدد كبير ديال المتابعين كيتابعونا مباشره. بغيت نذكر انه محلات اواني شعيب عندنا 4 ديال الفروع على مستوى ولايه مدينه الدار البيضاء. عندنا محل هو اللي نتوما مباشره دابا معنا فيه، كاين في مدينه المحمديه مقابل مع تيلي بوتيك عيشه، يعني الناس ديال الرباط وبن سليمان وقنيطره والمحمديه وال17 كلكم مرحبا بكم عندنا في المحمديه، حنا اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه، او سولوا على جامع مالي. بالنسبه للناس ديال القريعه عندنا المحل ديالنا في القريعه، ركزوا معايا مزيان، الناس ديال القريعه وسباته ومديونه وبرشيد وسطاش، الناس ديال القريعه المحل ديالنا فين كاين؟ المحل ديالنا كاين الرومبو ديال دولي دول، كاين واحد الرومبو ديال مالي البونج في القريعه. هذيك الرومبو ديال مالي البونج اللي كاينه في القريعه، اي واحد قلتوا لي اواني شعيب غادي نعت لكم المحل، اولا توصلوا حدا مالي البونج في القريعه قولوا ليهم قهوه لو بولفار، كافي لو بولفار حنا متكين عليها. ولكن الرومبو ديال دولي دول الا سولتوا شي مول الحانوت تما ولا سولتوا شي غارديان تما، راه الحمد لله كلهم كيعرفونا. قولوا لهم غير اواني شعيب اللي كيبيع السولد، الا ما عرفنيش الاول وما عرفنيش الثاني عرفنا الثالث. بالنسبه للبرنوسي، البرنوسي المحل ديالنا في البرنوسي، السوق النموذجي اللي كاين في البرنوسي، ركزوا معايا، السوق النموذجي اللي كاين في البرنوسي ساهل. غتوصلوا السوق النموذجي غتسولوا على النقاشات اللي كينقشوا، النقاشات اللي متكين على المدرسه اللي مقابلين مع السوق النموذجي، هذوك النقاشات قولوا لهم اواني شعيب غيقول لك دوري على اليسار تلقاي المحل ديالنا. نكمل معاكم، او بلاطو واعر، ركزوا معايا مزيان. هاد البلاطو هذا ديال الزاج الثقيل، هاد البلاطو هذا غيجيو ليه الناس من طنجة. هاد البلاطو هذا كيجيو فيه، كيجي فيه براد و 12 الكاس، بزاف ديال الناس شروه، بزاف ديال الناس شروه ب 3600، شروه ب 5600. هاد البلاطو هذا بزاف ديال الناس شروه ب 5600، حنا غادي نبيعو ليكم ب 150 درهم، 3000 ريال 150 درهم البلاطو ديال الزاج الكال. شوف شوف منعم، غندير واحد القضيه زوينه، ركز معايا مزيان. الخميس والجمعه والسبت والحد غنبيعوا هذا البلاطو ب 140 درهم. او غنبيعوه ب 2800. الخميس، الخميس والجمعة والسبت والحد غنبيعوا لهم هاد البلاطو هذا ب 2800، غيديروا عليه غدا هجوم، وغادي يقدر يكمل. اللي ما جاش ليه غدا وما لقاش نهار الجمعة قول لي كنعتذروا لك، ولكن حنا عندنا فيه العدد. ها هو راه كاين لو ستوك، راه ماشي كنوريكم الحاجة اللي فيها العدد قليل، بالعكس كنوريكم الحاجة اللي فيها العدد اللي غادي يقدر يقدكم. ها هو راه كاين العدد، إذا إن شاء الله هاد العدد هذا اللي غادي يقدنا الخميس والجمعة
والسبت والحد، والثمن ديالو 2400 ريال. اللهم بارك وزيد في ذلك. 2800. رينا رينا مره مره كيصحح ليا، تحياتي رينا. كنغلط بعض المرات. واعر واعر هذا البلاطو والله، شوف شوف منعم والله هذا البلاطو هذا اللي عجبني خويا رضا، بلاطو خطير واعر واعر تركيا. و 2800 راه فريمون ثمن كيسطي، ثمن كي. كتبوا لي في التعاليق الله يرحم لكم الوالدين، كتبوا لي في التعاليق هذا البلاطو كيفاش جاكم ب 2800، راه ثمن لا يصدق. عرفتي هذا البلاطو تشري ب 2800 راه ما يمكنش. واو ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. كيهز براد، كتبوا لي في التعاليق كيفاش جاكم الثمن ديال 2800. يلا بغيت التعاليق ديالكم كاملين على هذا ب 2800. الله يرحم بالوالدين، اللهم بارك وزيد في ذلك. الله يحفظك حياتي السي شعيب، الله يحفظك ليا حياتي. الفراقه غندوزو للفراقه دابا. هاد الفراقه ديال جوج طبقات اللي مع الاسف ما قدرناش نركبوها لضيق الوقت، فيها جوج ديال الطبقات. غادي ندير لكم واحد الثمن فريمون سبيسيال الا قدرتي تركب لي غير فين هي فين. راه ليا راه اللي راكبه راه هذه هاد الفراقه هادي اللي شراوها الناس ب 3000 ريال. ركز معايا مزيان، مرحبا. وحنا كنا دايرين لها واحد البروموسيون ديال 90 درهم. مرحبا. غدا الخميس والجمعه والسبت والحد غنديروا لها 70 درهم. اللي ما بغاش، اللي ما بغاش 1400 ريال. هذه ب 1400 راه باقي فيها ستوك، وهذا حتى هي ب 14. الفرقه كامله ب 1400، والطب والبلاطو غتاخذوه ب 1200 ريال، والتبصيل حتى هو 70 درهم. واحد القضيه بغيت نذكر وبغيت نقولها لكم، بالنسبه للباك شعيب اللي كنا كنبيعوا لكم ب 200 درهم، مع الاسف وكنعاودوا نذكروا، مع الاسف ما بقاش عندنا في لو ستوك، و لا بعيد على صبعي، ما بقاش عندنا يعني هذا الستوك اللي عندنا دابا في المحمديه، الستوك اللي عندنا كنهضر على الذهبي ديالو، الستوك اللي عندنا في البرنوصي، الستوك اللي عندنا في القريعه، الستوك اللي عندنا في المدينه، داك الشيء اللي غادي تلقاه هو اللي غادي يكون. اذا اللي جيتو وما لقيتوش عرفوا انه التقاد اللي هذا، كنقول لكم بروفيتيو وضربوا لي بجريه باش تجيو تاخذوه. ديال الرخامه حتى هو هادي مني قال ديال الرخامه، بلاطو ديال الرخامه هادي ما عندكش هذاك البلاطو ديال الرخامه. ها هو هذا البلاطو ديال الرخامه اخويا معروف كيدير 6000 ريال. شحال غدير لي اخويا شعيب؟ هذا اللي الجمعة والسبت والحد، هذا اللي كيدير 6000 ريال. شحال غنديروا ليه الخميس والجمعة والسبت والحد؟ الكليان ديالنا غنصدم الكليان. مرحبا. 140 درهم. 140 درهم بحال الاخر شي 2800 ريال. مرحبا. يلا بر عليا الناس اخويا، بر عليا الناس، بر عليا الناس. غدا ديماري وتعالي عندنا المحمدية. مرحبا مرحبا. او فراقة المباخرة واعرة العجيبة. هاد المباخرة هادي 90 درهم وحدة اللي صحابوها بالبلاطو ديالها، ولا هادي 90 درهم واعرة خطيرة. هادي 90 درهم، هادي 90 درهم، والبلاطو اللي محطوط فيهم كنبيعوه ب 40 درهم. التليفون ديالي. زيد اخويا وريني السلعة، وريني 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 العجانة. العجانة اخويا هادي، شوف شوف هاد العجانة غنديروا لها واحد الثمن سبيسيال. هاد العجانة كنا كنبيعوها ب 900 درهم، 18000 ريال. غدا ان شاء الله غنديروا لها 13000 ريال في خاطر العيالات اللي ما عندهمش 650. بالله شي نحيد الزوم. هذه غنديروا لها 13000 ريال. تنهضر على هذه اللعيبه ديال الجرماني، شتيها شحال من يطرو فيها؟ فيها 5 يطرو، 1200 واط. 1000 اكراميتا كتقول بلاطو واعر والثمن حتى هو اصلا كلشي ديما الطوب، السلعه والثمن والدراري والتعامل. تحياتي كيشكروكم، تيشكروكم الناس ديال التعاليق والكليان ديالكم بصحتكم. البلاطو واش اخويا هذا البلاطو هذا هو غنديروا ليه ثمن سبيسيال اللي هو 4000 ريال 200 درهم. هذه الفراقه باقا نبينوها في اللايف ولا ما بقاتش؟ لا ما بقاتش بلا ما نبينوها، ما بقاتش هذه، ما بقاتش بلا ما نبينوها في اللايف. باقا فيها جوج بياسات نقولوا الثمن ديالها ولكن ما جوج الناس معولين عليها. هذه كدير 1400 ولكن ما بقاتش، بقاو فيها جوج بياسات. اللي جا غدا هو الاول في الصباغ ياخذها. هادي هي اللي باقا، هادي واعره صراحه. هادي راه شراو الناس ب 3600، شراو الناس ب 3600، وحنا غنديروا ليها 1600 ريال.
تحياتي. ورينا خويا البونبونيغ، البونبونيغ هاد اللعيبه هادي بونبونيغ هادي غنبيعوا لكم اربعه ديال لي بونبونيغ بالثمن ديالهم هو 4000 ريال. بغينا الناس كاملين اللي كيشوفونا في اللايف دابا كلشي يكتب لينا فين ساكن، الله يرضي عليكم، بغينا نعرفوا التواجد ديالكم فين كاين، الله يرضي عليكم، كلشي يبين لينا يكتب لينا فين ساكن. الناس ديال المحمديه كتبوا لينا اش من حي ساكنين في المحمديه، الناس ديال كازا كتبوا لينا اش من حي كاينين في كازا، والناس اللي ما كاينينش في كازا وفي المحمديه كتبوا لينا اش من مدينه كتابعونا. جبد لي اخويا هادي، جبد لي هاد الكاسرونه نصدمهم، جبد لي هادي 1200 عقل 1200 ريال، ما تقولوش الكليان 100 درهم ولا 1800، 1200 ريال. جبد لي اخويا الفراقه، جبد لي اخويا الكاسرونات. يا رائع الكاسرونه الاولى. واحد القضيه خصنا نقولوا لا مارك ديال الكاسرونه، هاد الكاسرونه كتسمي لا مارك تيتانيك. وكلشي كيعرف ان لا مارك اطلس، لا مارك تيتانيك ما عمرها ما تحتاجني انا نهضر عليها، كتهضر على راسها. احسن كاليتي في الالومنيوم، والناس كاملين راه عندهم هاد الباطو هذا في ديورهم، عندهم في الجميلات، كاين اللي عنده في الكاسرونات، كاين اللي عنده في البرمه واعره، وثلاثه كيبيعوا من الناس ب 100 درهم، حنا غنبيعوهم ب 1200 ريال غير اللي ما بغاش. سيرفيس ديال الكاسرونات ب 1200 ريال، فريمون ثمن سبيسيال واعر بزاف. مرحبا بكم، هذا قلنا 1200 ريال، هذه قلنا 50 درهم، ها هي 50 درهم. الكيسان اخويا هادو 1400 ريال، هادو 100 درهم، هادو توما 1400 ريال، هادو قلنا 1400 ريال، هادو قلنا 1600 ريال. كريبيغ ديال الكيك واللعيبات وداك الشيء. حيد بلا شي. الطاجين العجيب تا هو فيه ثمن سبيسيال اللي هو 1200 ريال. هاد الفراقه كاين هاد الفنيقات على 3 4800. البلاطو جبد لي الوسطاني ديالو، الله يحفظك، جبد لي الوسطاني ديالو نشوفهم قد يا اللوينات واعرين، اثمنه فريمون سبيسيال. الناس اللي كيتابعونا السالميه، اكادير، البرنوسي، كازا، سباته، الرشيديه، البرنوسي، سباته، على البرنوسي وسباته اللي كاينين، وفينكم المدن الاخرين؟ قنيطره، زيد القنيطره وسباته والبرنوسي اللي متواجدين بزاف، الاخرين ناعسين. واحد القضيه، عندي واحد الطلب، الله يرضي عليكم، الناس اللي كيشوفوا اللايف دابا بغيناكم كاملين تخليو لينا اكبر عدد ديال القلوبه، ها هما القلوبه غتخليهم من هنا، ها هو اللايف، هو هذا كتفرجوا فيه نتوما، غتخليو لينا بلاتي نحيد الصوت. الصوت ديالي بلاتي نحيد الصوت ديالي. لا، الناس كيشوفوا اللايف القلوبه من هنا، يلا بغينا كلشي يخلي لينا بزاف ديال القلوبه هنا 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 هنا. الدروه، زيد الدروه، سيدي عثمان، زيد وجده، تماره، خويا شعيب الاصل والباقي تقليد، تحياتي. الناس مزيان، شوف كنفرحوا بزاف مني، الناس كيتانسبيرو منا، كيتعلموا منا الحرفه، حيت بغينا لكل شيء الخير، بغينا اي واحد قلدنا ولا دار في حالنا في شي حاجه الله يسهل عليه، ولكن بعض المرات التقليد كيوصل للميوعه، يعني كيولي الانسان يقلدك بواحد الطريقه اللي فريمون بين قوسين غادي نقول شويه فيها الحقاره. مزيان الانسان يقلدك في السلعه، يقلدك في الاثمنه، يقلدك في شي بروموسيون غديرها، يقلدك في الطريقه ديال كيفاش غتدير انت اللايف، ولكن بعض المرات كيقلدك في شي حوايج اللي كيدير كوبي كولي، كتولي شويه ديال الميوعه وشويه ديال البساله. تحياتي والله يسهل على كل واحد. ما تخليو لينا بزاف ديال القلوبه هنا، الله يرضي عليكم، وخليو لينا بارطاجي، ها هي بارطاجي، اللي عنده بالفرونسي يلقى بارطاجي، واللي عنده بالعربيه غيلقى مشاركه، غتكليكي على بارطاجي ومن بعد غدير بيبلي. يلا بغينا كلشي، الدعم ديالكم بغينا بزاف ديال الدعم، راه تنقول دائما ان التعليق ديالكم والبارطاج ديالكم هو الدعم ديالكم لينا. واحد القضيه، اي واحد غادي يجي المحلات اواني شعيب، ما تنساوش انكم ملي تبغيو تجيو المحلات اواني شعيب جيبوا معكم ساشيه،
جيبوا معكم الساشيه لاننا ما كنعطيو الساشيات. هذه اولا بغيت نوضح شنو نقاط. ثانيا المحل ديالنا فيه سولد فيه بروموسيون، اذا المتاويه ما كايناش. اي واحد جا الثمن اللي كنقولوا في اللايف هو اللي كاين. الله يرحم لكم الوالدين، المتاويه ما كايناش. ثالث حاجه هادشي اللي كنبيعوا ديال الضو، ركزوا معايا مزيان، انا ما كنكذبوش عليكم في اللايف، نقولوها لكم في اللايف وما تجيوش للمحل تلقاو هضره اخرى. هادشي اللي كنبيعوا ديال الضو ركزوا معايا، ما فيهش لا غارونتي، ما عندناش لا غارونتي فهادشي ديال الضو. ماشي غير حنا اللي ما كنديروش لا غارونتي، راه مراكز تجاريه تبارك الله كبيره وما كيديروش حتى هما لا غارونتي، باش تكونوا واضحين. راه ماشي غير اواني شعيب، راه مراكز تجاريه تبارك الله كبيره وعندها ايماج مزيانه وكتبيع السلعه مزيانه. وهادشي ديال لي هادشي ديال 150 درهم 140 درهم 130 درهم 1200 200 درهم 3000 ريال 4000 ريال، ما فيش لا غارونتي. اي واحد مثلا نعطيكم اكزومبل، انا هاد المولينكس كنبيع عدد البلندر ديال الدجاج، كاليتي زوينه مزيانه، شراو من عندي الناس دقات لهم مخيره، ولكن غادي يجي واحد يخسرها وغيجيبها لي انا؟ لا ما يمكنش. يعني لا غارونتي في الضو، الضو كامل كيتجرب عندنا في المحلات ديالنا. الحمد لله عدد كبير ديال الناس تقداو عندنا هادشي ديال الضو، كلهم كيشكروا السلعه ديالنا. الناس خداو عندنا العشوار صدقات اليوم مزيانه، كاين اللي ضربات لي عام 6 شهور 8 شهور عامين وباقي الان كيجي عندنا وتقول لي شكرا شعيب على العشوار اللي شريت من عندك، شكرا شعيب على المولينكس اللي شريت من عندك، شكرا شعيب على المقراج ديال الضو اللي شريت من عندك، شكرا شعيب على العصارات اللي مولش، شكرا شعيب على البانيني اللي شريت من عندك. والحمد لله الامور غدا مزيانه وفرحانين مع بعضياتنا والسلعه مزيانه والاثمنه هي جد مناسبه، ولكن لا غارونتي لا غارونتي ما كيدارش. ماشي غير عندنا حنا، في كاع المراكز التجاريه اللي كيبيعوا هادشي ديال الاواني، اللي بغى لا غارونتي كيخصك تشري. مثلا نعطيكم اكزومبل، هادي مولينكس اللي بغيتي فيها لا غارونتي كتمشي كتاخذ واحد اوريجينال، اوريجينال كدير واحد 800 درهم. الا شريت مولينكس اوريجينال كيعطوك غارونتي فيها عام، وعارف ديك عام ما غيوقع لك فيها والو. يعني لا غارونتي راه كيعطيوه بطريقه ذكيه. انا دائما كنعطيكم الصراحه وتنقول لكم الحقيقه. بعض المرات الصراحه ديالك تقدر ما تعجبكمش، بعض المرات الصراحه ديالك تقدر تخوفكم، ولكن راها معقوله وهي اللي دايمه. ما غاديش نكذب عليكم انا ونقول لكم هادي واعره هادي مزيانه هادي غارونتي هادي خذوها من عندي اللي خسرات لي، لا. ولكن كنعطيكم بحال دابا نعطيكم اكزومبل العشوار، بزاف الناس شراوه من عندنا وعدد كبير ديال الناس اللي خداوه من عندنا خصوصا في شعبان، كاملين خدمه خدمات اليوم مزيان، الا اللي دار شي حوايج ولا تبع شي قوانين اللي ماشي ديالها. مثلا نعطيكم اكزومبل، هاد العشوار سيدي ديال الربيع وبصله ومطيشه واللحم والدجاج. هاد اللحم وبصله ومطيشه واللحم كطحنوا مزيان وخدامه، يعني كتشدك كتورك على توريكه وحده كتحيد يدك مخيره، كتجي مره كدير فيها الزنجلان والزنجلان سخون اوتوماتيكمون كيسخن الموتور، ملي كيسخن الموتور كيسكتها. لا لا راه ما يمكنش. الزنجلان نشري ليها واحد نشري ليها كاس ديال العطريه ديالها. واحد القضيه واحده اخرى، هذه نصيحه نعطيها لكم، المولينكس ديال العصير راها في الغالب الاحيان من الافضل، ما تنقولش لكم غتخسرها، هذه غير نصيحه نعطيها لكم، من الافضل انكم ما تطحنوش فيها الليمون. هاد القضية تنجلس مع شي واحد بروفيسيونيل كيفهم في هادشي ويعطيني السبب ونقولو لكم. انا اللي عارف انه الاغلبية الناس شراو مولينكس ب 14000 ريال طحنوا فيها الليمون حرقاتها اليوم. يعني هنا كندوزو للكوتي ديال الصراحة، الناس شراو مولينكس ب 500 درهم 600 700 طحنوا فيها الليمون وخرجت عليها. يعني لهذا من الافضل ان الليمون شريو ليه عصارة ديالو خاصة، خصنا نحاولو نكونو كنقادو كل حاجة. نكملوا معاكم لي برومو اللي عندنا. كنذكر غنعاود نذكر عاوتاني، اسمح لي، كنذكر المقله العجيبه لاكورد اوريجينال غنديروا ليها 3800 190 درهم 3800 المقله العجيبه تبارك الله. وصلنا عندي اكثر من 600 واحد كيشوف اللايف دابا، كناس وسعد المجرد في عدد المشاهدات.
راه 190 درهم 3000 و 3800 الخميس والجمعه والسبت والحد. كنشكرك بزاف خويا شعيب، درتي واحد الخير كبير في الناس، ولا كلشي كينقص الاثمنه من خلال اللايفات اللي كدير، وهذا انجاز كبير كنشكرك عليه. شكرا اختي مريم، وصراحه هذا الموضوع ما كنبغيش نهضر فيه بزاف، حقا من اوائل الناس اللي درت السولد. باقي نعقل كنت درته في 2013 2014 2015 2012، وعاود درتو عاوتاني هذا العام هذا في 2020 في شهر 12 وشهر 11، وبزاف الناس خداو الفكره وداروا حتى هما هادشي ديال السولد وداروا هادشي ديال اللايف. وهادي الله يسهل على كل واحد. حنا هذا حنا شوفي اقسم بالله العلي العظيم، الا كنبغيو الخير لكل واحد وكنبغيو الرزق لكل واحد وكنبغيو اي كنبغيو الخير للمال للمعن انهم يبيعوا وترزقوا على الله، وكنبغيو الخير للناس انهم يشروا بثمن مناسب. هذا هو الهدف، هادشي اللي كاين. ما الحمد لله، شكرا بزاف على الميساج ديالك. تحياتي، انا حطيتك الميساج ديالك هو الاولاني، حطيته الفوق باش يقراوه الناس. كنذكر وكنعاود نذكر انه نتوما مباشره من محلات اواني شعيب، عندنا هاد اللعيبه كدير 1200 ريال. كنذكر المحل ديالنا كاين في البرنوصي، غنعاود نقول لكم المحل ديالنا فين كاين. ها هو المحل ديالنا، واخا خوا شدني شويه ركزوا معايا مزيان. الناس ديال المحمديه، ها هو الطاكسي الصغير هذا، الا قلتوا لي جيبني تيلي بوتيك عايشه غيحطك هنا في هذه البلاصه. ها هو تيلي بوتيك عايشه، هو هذا تيلي بوتيك عايشه، المحل ديالنا اونفاس معاه. الله يخليكم الناس ديال المحمديه، واش النعش واضح ولا لا؟ قولوا لي واش النعش واضح. ها هو واش كيبان لكم واحد الجامع هنايا، ها هو مدرك هاد الشجره، واحد الجامع هنا. هاد الجامع هذا اللي كيبان لكم هنايا، هذا هو جامع مالي، هذا سميتو مسجد مالي، هذا جامع مالي. وهاد الجامع مالي معروف مقابل مع المسرح. الا درتو مع جامع مالي، درتو مع هاد الزنقه اللي هنايا، كتلقاو هنا تيلي بوتيك عيشه. ها هي تيلي بوتيك عيشه، تيلي بوتيك عيشه المحل ديالنا، المحل ديالنا اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه. كتبوا لي في التعاليق واش المحل واضح ولا لا. الناس ديال المحمديه، واش المحل واضح؟ واش غتعرفوا تجيو للمحل بكل سهوله ولا لا؟ الناس اللي خارج المحمديه، راه خلينا لكم لوكاليزاسيون اولا، ثانيا الا دخلتوا للمحمديه سولوا على تيلي بوتيك عيشه. ها هي الا ما الا الا مشي واحد ما عرفش تيلي بوتيك عيشه، قولوا لهم جامع مالي، جامع مالي راه اونفاس مع المحل، واضح ومعروف. الناس ديال القريعه، الناس اللي عندنا المحل ديالنا في القريعه كذلك، والمثال المحل ديالنا اللي كاين في القريعه كاينه الرومبوا ديال مالي البونج، الرومبوا ديال دولي دول. ركزوا معايا، المحل ديالنا ديال القريعه الرومبوا ديال دولي دول، الرومبوا ديال مالي البونج في القريعه. كاين واحد الشارع تما سميتو بشعيب الدكالي، هذاك الشارع اللي سميتو بشعيب الدكالي وغادي لجامع السنه، كاين واحد القهوه تما سميتها قهوه لو بولفار، حنا ملاصقين معاها. البرنوصي غتسول على السوق النموذجي اللي حدا التراموي، السوق النموذجي اللي حدا التراموي، هذاك السوق النموذجي اللي حدا التراموي كاين واحد النقاشات، قول لهم اواني شعيب غنوريكم المحل. بالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في المدينه القديمه، كاين المارشي ديال باب مراكش، المارشي، المارشي فيه طواليت لداخل، هذيك الطواليت اللي كاينه لداخل في المارشي حداها واحد الباب صغيور، هذاك الباب الصغير المحل ديالنا اونفاس، المحل ديالنا في المدينه القديمه اونفاس مع الباب الصغير، اونفاس مع الباب الصغير اللي كاين في المارشي ديال المدينه القديمه. 2400 2800 ريال، 140 درهم بلاطو، 140 درهم البلاطو، 1200 ريال البراد. ركزوا معايا، 1600 1800 100 درهم 2200 البراد العجيب، هذا حتى هو 1200 1600 1800 100 درهم، والكبير في 2200. زيد الفراقه 1400، البلاطو 1200، التبصيل 1400، زيد هذا 70 درهم والكبير 90 درهم، هادي 1400 ريال، زيد هادي 1200 ريال،
الباني كاينه هذه ب 2400 وكاينه هذه ب 4000 ريال. باني اكورد الباني الله يرضي عليكم، راه كنقول لكم ما حد العيد الكبير كيقربوا الاثمنه كتزاد، جيو بروفيتيو ليا في الثمانات. غنقول لكم الاثمنه ديال هذا الشيء بالزربه بالزربه بعجاله، غندوز ليهم باش تعرفوا الثمانات، باش اللي جا بغى شي حاجه يجي معول عليها. المقراج ديال الضو 1600، البلاندر ديال الزاج 3600 وهذه ب 2600، الهاشوار اينوكس فيها 5 تلماس 3000 ريال، اللي بغى سونيفير 4000 ريال، تيرموس 2600 اينوكس بجوجهم، العصاره الليمون 1800، الباني الكبيره ديال الشوايه 7000 ريال، الباني 2400، الباني لاماكوم 4400، وهذه 3600، الكبيره اينوكس 4000 ريال، العصاره الليمون الكبيره 4600، طحانه ديال العصير 4000 ريال اللي كطحن الثلج، المقراج 1600 اللي كبر منه 1800 درهم والكبير ب 2200، الكاسرونه الثمن ديالها 4000 ريال، هذه راه غتولي ب 6000 ريال ان شاء الله السيمانه الجايه، بروفيتي وجو خذوها ما حدا مازال ب 4000 ريال، هذه شي 4000 ريال، هادي ديال الكرانيت حتى هي 4000 ريال، المقراج 1800، هذا ب 2400، هذا حتى هو ب 2400، وهذا ب 2800، الملون 1800، الكوكوط ولات جوج يطرب 3000 ريال وانت غادي طالع، وهادي ديال اينوكس 7000 8000 9000 10000 ريال. كاينه سلعه كثيره ما قدرتش نوريها لكم، كنعتذر لانني غادي نحبس اللايف. كنتمنى تكون عجباتكم السلعه ديالنا. مرحبا بكم، دائما كنذكر وكنعاود نتوما مباشره من محلات اواني شعيب، مرحبا بكم في المحل ديالنا ديال المحمديه، غادي تكون بروموسيون سبيسيال الخميس والجمعه والسبت والحد عند محلات اواني شعيب، مرحبا بكم في المحل ديالنا باش انكم تجيو تستافدوا من العروض اللي فريمون سبيسيال. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا اللايف عجبكم. تبارك الله على الدراري ديال المحمديين، نعمة التعامل، شكرا بزاف. غادي نقول لكم بسلام عليكم حيت غادي نسدو. ها هو المحل كيف كتشوفوه مباشرة، غنعاود نذكر أن المحل ديالنا أونفاس، المحل ديالنا أونفاس مع تيلي بوتيك عيشة اللي هو هذا. كنعاود نذكر كاينة الجوطية هنايا، ها هو المحل ديالنا هو هذا. هنا هاد الشارع هذا هو اللي كيمشي ل هاد الشارع هذا غادي للجامع مالي وفي نفس الوقت غادي للمسرح. بالنسبه للمحل ديال البرنوصي حدا السوق النموذجي، سولوا النقاشه تقولوا لهم اواني شعيب المحمد القريعه الرومبو ديال مولي البونش، حنا ماشي في القريعه لداخل، حنا في شارع شعيب الدكايلي حدا قهوه لو بولفار. وبالنسبه للمدينه القديمه راه حدا مقابلين مع الباب الصغير، الباب الصغير ديال المارشي حدا طواليطات ديال المارشي ديال باب مراكش. مرحبا بكم في المحل ديالنا، كنقول لكم شكرا وتبارك الله عليكم وفي امان الله.